تخترق جميع منظومات الردع الصاروخية، تناور داخل الغلاف الجوي وخارجه، لا ترصدها رادارات، ومن المستبعد العثور على تكنولوجيا تعترضها لعقود. الصواريخ الفرط صوتية تحلق بسرعة تزيد على 6000 كيلومتر في الساعة، أي ما يعادل 5 مرات سرعة الصوت. حتى الأمس القريب كانت هذه الصواريخ حكراً على 4 دول في العالم، هي أمريكا وروسيا والصين وكوريا الشمالية، قبل أن تنضم إيران إليها. أسرع من الصوت كان انتشار خبر الصاروخ الإيراني الجديد الذي تزامن مع نجاح إطلاق صاروخ قائم 100 الحامل للقمر الاصطناعي إلى الفضاء، وإزاحة الستار عن الجيل الجديد لمنظومة بوفر 373 الصاروخية، وتدشين خط الإنتاج الوفير لصاروخ صياد 4 البعيد المدى، والكشف عن مجموعة من المسيرات أبرزها آراش 2 وشاهد 136 ومهاجر 6. رسائل عابرة للحدود بعثتها طهران إلى دول تعبث بساحتها الداخلية وتخطط لاستهدافها في حال فشل المفاوضات، أبرزها أمريكا التي توعد رئيسها جو بايدن بما سماه تحرير إيران، وأقربها إسرائيل التي كشف وزير أمنها بني جانتس وضع خطط لضرب منشآت إيرانية، إلا أن الأخير ومن معه بات يعلم أن الصاروخ الفرط صوتي يختزل المسافة بين طهران وتل أبيب بدقائق.